للونه يطغى على السماوي والأبيض في شوارع الدوحة، وهذا باختصار بسبب انتشار الجماهير الأرجنتينية فيها قبل النهائي، لأن كرة القدم بالنسبة لهم هي ماءهم وهواءهم. وفي الجانب المقابل يبدو الدعم الفرنسي عالي المستوى بحضور ودعم رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون. العد التنازلي للنهائي قد بدأ، والصراع يحتدم بين فرنسا والأرجنتين لإضافة النجمة الثالثة البرازيل، تملك 5 ألقاب و4 ألقاب لكل من إيطاليا وألمانيا. بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم، تجمع ملايين الأرجنتينيين في الساحات والشوارع احتفالا بالفوز أمام كرواتيا. كأس العالم بالنسبة للأرجنتينيين هي نمط حياة، وقبل انطلاق البطولة بأيام تتزين الجدران والشوارع برسومات ميسي والبقية، وخلال تلك الفترة لا صوت يعلو فوق صوت المونديال. على الجانب الآخر، كأس العالم بالنسبة للفرنسيين تعني الكثير، وهي الصورة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة نصف النهائي عندما حضر المباراة من المدرجات، بالإضافة لتصريحاته التي أعقبت اللقاء. ورغم التركيبة المجتمعية لفرنسا التي تضم الكثير من المواطنين من أصول غير فرنسية، لكن هذا لا يمنعهم من مساندة المنتخب والاحتفال في شارع الإليزي. من بوينس آيرس إلى باريس، الجميع يحلم بالنجمة الثالثة، فمن سيكون السباق في ضمها إلا النجمتين السابقتين، فرنسا أم الأرجنتين؟